بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها جلالته عن خالص تهانيه بمناسبة اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، متمنيا جلالته حفظه الله ورعاه لولي العهد كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه الشقيق والإسهام في تقدمه دمه وازدهاره، مبتهلا جلالته إلى الخالق تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه من تطور ورقي في ظل قيادته الحكيمة.